دلوقتي هنعمل شوية خضار مشوي. الخضار ده ممكن احطه على الشواية الفحم، اعمله على النار، في الفرن، في الاير فراير، زي ما انتوا عايزين. تتبيلة سريعة بس لذيذة جدا، بالذات للناس اللي بتاكل سوتيه طول الوقت وبيبقوا عايزين يغيروا في طعمه. فالمجموعة بتاعت الخضروات زي ما انتوا عايزين، فلفل الوان اصفر واخضر واحمر، رومي عايزين تحطوا حار حطوا، بصل انا مستخدمه ابيض، ممكن تستخدمه احمر، ممكن تستخدمه كمان القورمه الصغير صحيح زي ما هو، بروكلي، ذره، بس الذره اللي هنا دي مسلوقه فانتوا ممكن تستخدموها نيه او مسلوقه، جزر، بتنجان رومي بالقشره بتاعته. بعد كده بقى التتبيله عباره عن زيت زيتون وثوم مفروم وسماق وملح وفلفل وزعتر. التتبيله دي تتحط على اي مجموعة من الخضروات انتوا عايزين تشوها. اوكي، هنعمل ايه؟ سخنت الجريل على النار، الزيت يا اما يتحط على الجريل يا اما يتحط على الخضار زي ما انتوا عايزين. ادي الزيت، مجموعة الخضروات اللي انا هشويها، بتنجان، بصل، فلفل اصفر، فلفل اخضر، تقطيعات لازم تكون كبيره زي ما انتم شايفين كده عشان الخضار ما يتهريش منكم، مشروم، جزر، ده الجزر البيبي او انتم هاتوا اي جزر وقطعوه اي تقطيعه انتم حابينها، كيزان الدوره دي مسلوقه ممكن تبقى نيه ما فيش اي مشكله، البروكلي ده مجمد ممكن طبعا تستخدموه فريش وفي الحاله دي مش هتسلقوه، هو بس لانه مجمد خلاص فيعني خلاص، لكن ممكن تستخدموه ني عادي. رشه من الزعتر الفريش، رشه، اوبا، رشه من السماق، السماق ده بيتجاب من عند العطار وهو عباره عن نبته بيتم تجفيفها وطحنها، كل ما يكون من الشام كل ما يكون طبعا جميل جميل لان هما الاصل بتاعه. تقريبا وعلى الشواية او على الجريل او على الفرن زي ما انتوا عايزين. طبعا مش عايزة اقول لكم ان الخضار المفروض ما يستويش قوي قوي زيادة عن اللزوم ويموت، لازم يحتفظ بقرشة فيه، بطعم، بلون، علشان ما نموتش الحاجة ونرجع نقول الحاجة بتبقى طعمها مش حلو وحاجة تزهق ومش عارف ايه. لأ لأ، شايفين العلامات بتاعت الشوي، اهم حاجة تكون الشواية سخنة عشان الخضار ما ينزلش ميته وتاكلوا بعد كده خضار عامل زي السفنج كده، لا له لون ولا طعم ولا ريحة ولا في فرق في النكهات بتاعته ولا اي حاجة، ده مش لذيذ. ده لازم نسوي الحاجة تسوية معقولة ويبقى فيه كده مضغه في الحاجه اللي احنا بناكلها، في فرق كده بين البصله وبين البتنجانه وبين يعني كده. الروايح هنا يا جماعه خطيره خطيره خطيره.